لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعين ومشاهدين هذه القناة، حياكم الله. إذا شرح جديد لفيديو جديد للعبة جديدة وحماسية ومسلية حقيقة للي عندهم خبرة يعني في الرياضيات، تمام. اللعبة هي عبارة عن اختبر معلوماتك أو تحدى ذكائك مع لعبة مع جدول الضرب. فلعبة سهلة وشيقة ومسلية، إن شاء الله تعجبكم وتنال على إعجابكم واستحسانكم. دعونا نتعرف على اللعبة، لكن قبل ما نتعرف على اللعبة لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة لدعمنا وتشجيعنا، ولكي نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد في عالم الآيفون أو في شروحات الآيفون. تقليم الإبداع في جدول الضرب. هذه هي اللعبة الإبداع في جدول الضرب، ندخل عليها. الإبداع في جدول الضرب، جدول الضرب طبعا مدعوم مع الناطق بنسبة تقريبا 100% تقريبا أو 99%. أول خانة عندنا جدول الضرب، جدول الضرب عشان تبدأ اللعب يعني. اختبر نفسك أو تختبر نفسك في جدول الضرب. طبعا وش الفرق بين هذولي وهذولي؟ راح نعلمكم في الشرح. حول التطبيق، حول التطبيق، معلومات التطبيق يعني، تمام. جدول الضرب، جدول الضرب راح نشوف. ندخل زر سماء الزرقاء، شمس غاء، زر سماء الزرقاء، اختر زر الزر هذا للرجوع. اختر المرحلة، اختر المرحلة. عندنا عدة مراحل، عندنا المرحلة المبتدئة، المبتدئة، المرحلة المتقدمة، المتقدمة، المرحلة المبتدئة، المرحلة المتقدمة فقط لا غير. المرحلة المبتدئة طبعا، المرحلة زر سماء الزرقاء شمس. طبعا فيها شيئين، فيها انك تقدر تحفظ جدول الضرب عن طريق شيئين، اما عن طريق الاختبار التحدي باي جدول من جداول الضرب اللي هم هنا. اختر واحد، اختر الجدول المناسب. واحد اثنين ثلاث اربعة، اثنين ثلاثة اربعة الى اخره. ثلاث واحد سماء الزرقاء، او انك راح تلقى الاجابات مثلا واحد ضرب واحد يساوي واحد زي كذا. اثنان ثلاث اربع خمسة بالخارج، اختار مثلا جدول الخمسة مثلا. زر سماء الزر للرجوع. جدول الرقم خمسة اسألني زر، في اسألني عشان تختبر نفسك في الجدول خمسة، تمام. وفي خمسة مرات صفر علامة يساوي صفر، خمسة ضرب صفر يساوي صفر، خمسة مرات واحدة علامة يساوي خمسة، تمام. خمسة مرات يعني خمس مرات يعني خمسة ضرب واحد خمسة إلى آخره. وفي عندنا أسألني زر، أسألني راح يسألك زر سماء الزرقاء نهار. اختبار ثلاثة سماء مخطط، ثلاثة مرات إغلاق سماء ضرب خمسة سماء، خمسة 15 علامة يساوي 13 30 45 15 15. طبعا كذا انك جاوبت إجابة صحيحة. كيف نروح للسؤال التالي؟ نمشي السؤال التالي، السؤال السؤال التالي. طيب اختبر ثلاثة مرات خمسة سماء علامة 13 مثلا، لو نجاوب جوابنا غلط راح تطلع لنا هذه النغمة 13. هذه ان العبارة خطأ. هذه بالنسبة لجدول الضرب او تختبر نفسك في جدول الضرب. عندنا زر سماء الزرقاء، زر رجوع، زر سماء الزرقاء، زر زر رجوع، تم الاختيار المرحلة المبتدئة، اختر زر تم الاختيار جدول الضرب. عندنا جدول الضرب خلصنا منها، باقي اختبر نفسك. اختبر نفسك هنا تختبر نفسك في جميع جداول الضرب. مثلا يسألك 5 في 5 مثلا 25 مثلا، 4 في 5 مثلا، او 4 في 4 مثلا 16 زي كذا يعني، عرفتوا علي؟ يعني منوع، يعني اختبرك من جداول منوعة. تم اختبر نفسك، راح نختبر نفسك. زر ماء الزر للرجوع. اختر المرحلة، المرحلة المبتدئة، المرحلة المبتدئة طبعا. زر سماء الزرقاء شمس، عن راح يسألنا اختبر خمسة سماء، خمسة مرات إغلاق سماء، ضرب ثلاثة سماء نهار، ثلاثة
علامة 13 3 5 5 15 15 السؤال التالي زر. السؤال التالي السؤال التالي تمام 10 3 علامة 2 مراد 5 سماء 5 مراد إطلاق سماء 2 سماء الزرقاء علامة 8 20 30 10 10 10 تمام هذه اللعبة بكل سهولة السؤال التالي زر السؤال التالي تقدر تكمل إلين زر. ما سماء الزرقاء شمس غائم اتمل تمام الأبداع هذه اللعبة بكل سهولة وانتظروني في شرحات أخرى وإلى اللقاء في شرح آخر تسجيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.